الوتر الأول على الجيتار في أول تعليم النوتة. انت عزفت يا بتاع البيانون، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هنعمل سلسلة حلقات متتابعة عشان نشرح ببساطة النوتة للي عايز يطبق النوتة على آلة الجيتار. احنا هنستعمل نوعين من الجيتار، هنستعمل نوع كلاسيكي، اغلب الناس عندها جيتار كلاسيكي، وهنستعمل كمان الالكتريك للي عاوز يستعمل الريشة في التمارين اللي احنا هنقول عليها ديت. قبل ما نتكلم عن أوتار الجيتار في المجموعة بتاعتنا، أحب نراجع مع بعض مجموعة الأزمنة بتاعت النوت الموسيقية اللي احنا غالبا هنستعملها. في أزمنة طبعا تانية كتير، بس دول الأساسيين بتوعنا اللي احنا هنبدأ بيهم، بعد كده نبتدي نتفرع إن شاء الله لو في حاجة نقدر نزود عليها. أول زمن عندنا بيسموه الأمريكان الهول تون، النوتة الكاملة. النوتة الكاملة دي مش عدة واحدة للأسف، هي أربع عدات، يعني النوتة كبيرة شوية مش صغيرة يعني. فأربع عدات، يعني أربع عدات يعني وأنا بعد بإيه، برجلي أو باش بعد بالمترونوم، أو يعني العداد بالظبط اللي أنا بستعمله أو بعد ببقي أو بعد في ذهني، بيبقى النوتة بضربها مرة واحدة 2 3 4، ولعب النوتة اللي بعدها بعد كده، يعني زمن النوتة الكامل أربع عدات. نصها بيسموها الامريكان هاف نوت، هاف نوت يعني نص الهول نوت، يعني هيبقى زمانها اتنين بس. فانا بعزف النوتة وعد اتنين، واحد اتنين، واعزف النوتة اللي بعدها، فيبقى اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين، يبقى دي اربعة وبعدها اتنين، نوتة كاملة وبعدها نص نوت، هاف نوت. طب نص الهاف ايه؟ هيبقى كورتر، ربع. فبيسموها الامريكان ربع نوتة، اللي هي العدة الواحدة، اللي هو احنا غالبا بنلاقيه على المترونوم، بيقول لك المترونوم ده 60 عدة في الدقيقة. 60 عدة من انهي نوع؟ من النوع رقم ربع النوتة ده اللي هو 4 ده. عشان كده انت هتلاقي دايما التايم سيجنتشر اللي هو بيبقى موجود في اول المزورة 4 على 4، يعني 4 من ربع النوت، 4 من ربع النوتة الكاملة دي، 4 من الواحدة عدة الواحدة، 4 عدات في المزورة الواحدة، 4 على 4، 6 على 4، 5 على 4، 7 على 4، على حسب لو انت هتعد بالعدة الواحدة اللي هي كورتر نوت. دي عبارة عن عدة واحدة، يعني اللي احنا قلنا قبل كده الهول نوت هتبقى اربع عدات، 2 3 4 هاف نوت 2، ودلوقتي العدة بتاعتنا 1 1 1 1. فكل مرة اعزف النوتة ديت اعد العدة ديت اللي هي بتترسم عندنا بالرسمة بتاعت الدايرة ديت، بس السودة وفيها عصاية. ما يهمكش بقى العصايه الفوق ولا لتحت، العصايه الفوق اللي تحت دي مش مهم خالص في العد ولا في اي حاجه خالص، هي مهمه بس في رسم النوته. يعني تخيل معايا مثلا لو انا رسمت الدايره السوداء ديت فوق خالص في المدرج من فوق خالص، ورحت عامل العصايه من فوق، تمام كده، يا صح صح زمنا مفيش اي مشاكل. تيجي بعد كده تحط لو في سطر فوقها، الراجل اللي بيقرا السطر اللي فوق ده هيتلخبط، العصايه دي بتاعت مين، فوق ولا تحت؟ فالعصايه دخلت في المدرج اللي فوق. فاللي بيحصل ان احنا عشان التدوين الموسيقي يطلع نظيف، اي نوت بتبقى فوق الخط الوسطاني بنعمل نرسم العصايه بتاعتها لتحت، اي نوت تحت الخط الوسطاني نرسم العصايه بتاعتها لفوق اللي هي سودة وفيها عصايه، او بيضه وفيها عصايه. العصايه بقى لو النوته موجوده على الخط، واحد يقول لي بقى يعني يتفزلك، بقول له طب افرض النوته على الخط اللي في النص، اعمل انا ايه بقى؟ تعمل ايه؟ تعمل تطلعها فوق او تنزلها تحت، على حسب ما انت عاوز، دي ما فيهاش اي اختيار يعني. طبعا انت ما هتلاقي اغلب النوت طالعه كلها لفوق، يعني او تعملها لتحت، او لقيت اغلب النوت كلها نازله لتحت تطلع لفوق، او العكس، على حسب ما يجعل النوته بتاعتك شكلها مقبول ونظيف عشان الناس لما تقراها ما تتلخبطش. احنا عرفنا العصايه بتترسم فين. طيب في زمن تاني بعد الواحد ده، بعد اللي هي اسف بعد اللي هي كورت النوت، احنا قلنا الهول نوت 4، الهاف نوت 2، الكورتر 1. في واحدة كمان التمن بقى، اديني تمن جبنة او تمن جبنة رومي او تمن لانشون، احنا بنروح البقال نقول كده تمن، يعني تمن كيلو، يعني ربع كيلو يتقسم اتنين، يعني ربع النوتة يتقسم اتنين التمن. يعني بدل ما اقول واحد انا بحاول اقسمها بصوتي عشان ايه، اعرف اقسمها اتنين، تبقى واحد واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة. خلي بالك كل واحدة واحد، في نوتين، نوتين في العدة الواحدة. كان في أستاذ لينا في معهد الموسيقى العربية، ربنا يديله الصحة طولة العمر لو كان عايش،
كان اسمه عصام حامد شاكر. الاستاذ عصام ده كان ليه فضل علينا كبير ان احنا قرينا النوتة على ايديه. الراجل ده كان بتاع بيانو، ما كانش بتاع جيتار، ولكن احنا اغلب الناس اللي درست في معهد الموسيقى العربية في الوقت اللي انا كنت بدرس فيه دوت قرى النوتة على ايد الراجل دوت. فكان الراجل دوت بيعمل ايه؟ يقول لك احنا هنقسم الوحدة ديت بصوتنا لاتنين، يعني واحد اتنين تلاتة اربعة، والعد طبعا في الموزير بيبقى بتنزل لتحت في اول عدة على ايدك الشمال، تاني عدة، تالت عدة على ايدك اليمين، ورابع عدة فوق. فالمزورة الاربعة من اربعة بتبقى عاملة كده، واحد اتنين تلاتة اربعة. فده العد اللي هو بالرؤية عشان الناس تشوف العد بتاعك بتاع المزورة ايه. لما انا بقسم الوعدة الواحدة ديت اتنين، فانا بعد كده سهل علي ان اقسمها اربعة. بس لما نيجي ناخد بقى الازمنة اللي هي بتبقى اصغر شوية في المستقبل، يعني لو انت بتقرأ كتاب انجليزي الهول نوت الامريكاني ديت هيسموها سيمي بريف. سيمي بريف اسمها كده، سيمي بريف، معرفش ايه البريف يعني، بس هي سيمي بريف. بريف هتبقى 8، يعني هتبقى الدايرة دي حواليها علامتين سود كده، تبقى زمانها 8. انا مش عارف ايه الآلة في الدنيا اللي هتعزف رنة وهيقعد زمانها 8 عدات، ممكن تكون حتى آلات النفخ يعني نفسهم هيتقطع. فانا ما شفتش حد عزف قبل كده بريف قبل كده قدامي، او 8 عدات قدامي باي آلة موسيقية، فانا مش هقدر احكم في الموضوع دوت. تاني حق نوتة اللي هي هتبقى الدايرة فاضية برضو بس فيها عصاية سواء فوق او تحت. الدايرة دي الفاضية اللي ليها عصاية فوق او تحت دي بتبقى هاف نوت بالامريكاني، بالانجليزي بيسموها مينيم. طيب بالنسبة للكورتر نوت اللي هي بالامريكاني اللي هي العدة الواحدة ديت بيسموها الاخوان الانجليز كروتشت. والتمن بتاع النوتة اللي هو اللي بنقسم النوتة الواحدة اللي هي كورتر نوت دي اتنين، دي بيسموها الانجليز كويفر. فانت لو انت لقيت كتاب انجليزي او كتاب امريكاني هتلاقي فيه المصطلحات دي سهل جدا. مش عايز اقول المصطلحات الفرنساوي كمان، كفايه كده هنتلخبط. الانجليزي والامريكاني هيغنونا في الموضوع دوت لو هنيجي نعزف جيتار. المدرج الموسيقي عندنا 5 خطوط واربع مسافات. نعرفهم الاسامي اللي عليهم منين؟ الموضوع بقى ان انا هحفظ 9 نوت، يعني هحفظ 9 اسماء، 4 مسافات و5 خطوط، 4+5=9. هحفظ 9 اسامي النوتة لما تبقى مرسومة على اي خط منهم او اي مسافة منهم ليها اسم، سواء كانت على الخط او على المسافة ليها اسم مختلف. اوعى تخلط ما بين الاثنين مختلفين، الخط والمسافة. المسافات الاربعة دي سهلة قوي. حروف كلمة بالانجليزي فيس، FACE، فيس وش، يعني واخد بالك فيسبوك، افتكرها بالفيسبوك. فيس FACE، اول مسافه F، تاني مسافه A، تالت مسافه C، رابع مسافه E. سهل جدا. فا لا دو مي، الناس اللي عايزه تحفظ بالفا والسول بس احنا هنحفظ بالFACE. 5 خطوط ليهم جمله مشهوره، every good boy does fine، كل ولد كويس هيبقى شاطر. هي دي المعنى بتاع الجمله دي، every good boy does fine. Every E, G, B, D, F. Every good boy does fine. سهل جدا. E, G, B, D, F. فلو احنا حفظنا الجملتين دول، جملة وكلمة، خلاص احنا حفظنا ايه بالزبط اللي موجود عندي على المدرج الموسيقي. فاضل بس اللي هو رد بقى فعلك. يعني لما انت تشوفها تقول دي اسمها ايه في وقت اقل من الوقت اللي انت هتاخده تقعد تفكر دي اف، دي في المسافه الاولى الحرف الاولاني اف. ده بيجي بقى بالتعود، بيجي بالتعود ان احنا بنقرا النوته كتير. فانت لما تقرا نوت كتير وتقرا نوت كتير وتقرا بعد كده خلاص دي هتبقى زي حروف القرايه والكتابه بتاعتك. مش هتقعد تفكر وانت بتقرا جمله كتب ك ك كاف دي بتتنطق ك وبعدها ت ت ت دي بتتنطق ت وبعدها انت هيكون خلاص المقال خلص قبل ما انت تخلص قرايته. فانت كده مش هينفع، يعني مش هتلحق نفسك في القرايه. فانت بعد ما بتاخد على القرايه خلاص انت مش بتفكر دي كاف وت وبين كتب قرا، بتقدر انت على طول ايه الجمله على بعضها بالحروف على طول، كلمه ورا كلمه، مش بتفكر ده حرف لام ولا حرف ميم ولا حرف الف، مش بتفكر خالص في الحاجات دي. هنبدأ دلوقتي بالوتر الأول. أول 3 نوت هتعلمهم عندي على الوتر الأولاني هنعملهم دلوقتي بالرمز اللي هو سيمي بريف، يعني أو اللي هو هول نوت. يعني مش محتاج إن أنا أعمل تفصيلة أزمنة دلوقتي، لأن لسه هناخد تفصيلة أزمنة دلوقتي في الحلقة لما نيجي نعمل التمرين. لو اترسمت الدايرة ديت على آخر مسافة، إحنا قلنا حروف كلمة فيس FACE تبقى إيه؟ إي. خلاص يبقى مي.
يبقى الدايره ديت لو اترسمت في اخر مسافه تبقى اي، بعدها على طول الخط اللي بعدها على طول هو اخر خط عندي هيبقى اف، ولو اترسمت الدايره دي قاعده فوق المدرج، احنا ما قلناش اساميهم اللي قاعدين فوق بقى دول ونازلين تحت، لا هنقولهم بقى دلوقتي واحنا معانا واحنا ماشيين يعني، لو قعدت فوق المدرج من فوق خالص هيبقى اسمها جي. يبقى عندي اول نوته هعزفها الوتر الاولاني فاضي. لو انت بتعزف جيتار كلاسيك وعايز تعزف فلامينكو بتركم بالصباع الغليظ على الوتر السادس كده، وبالصباع اللي هو السبابه بتاعي دوت بنقر، شايف صباعي مايل ازاي؟ ضفري مايل على الوتر، اوعى تعمل ضفرك متوازي مع الوتر، سامع التكه بتاع احتكاك الضفر؟ لا انا مش عايزه، انا عايزه بس يعدي عليه بس كده من غير ما يعلق فيه يعني، فهيبقى مايل يميل شويه على الوتر، ساند بالصباع الابهام على الوتر السادس وبالصباع دوت بعزف كده، يبقى دوت المي الوتر الفاضي مي. طب هي المي دي ممكن اعزف حاجه تانية يعني، لو عزفت مثلا هنا دي مي برضو هي، بس هي دي لا مش هي دي نفس المي، دي مي تانية اغلص شويه هتبقى على سلم تاني من الاوكتاف بتاعك هناخدها بعدين، بس ديت المي اللي انا عاوزها دلوقتي مكانها واحد ومحدد على المدرج الموسيقي بعزفها بالوتر الفاضي. انا ممكن اعزفها في حته تانية بس لما ناخد عمق بقى المسطره يعني، ممكن تبقى المي دي هنا وممكن تبقى المي دي هنا، يعني هي دي نفس المي هنا، 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 هي دي نفس المي هنا. فانا عندي مكان واحد هعزفه منها دلوقتي اللي هو الوتر الاول فاضي. النوتة اللي بعدها على طول اللي طلع فوقها في الخط دي المفروض انها بعدها على طول، بعدها على طول الصباع الاول على الخانة الاولى في الوتر الاول تبقى فا، يبقى مي فا بقى هعزفها بالصباع التاني دوت بنفس طريقة عزف الوتر الاول الصباع الاولاني، ايدي ساندة على الوتر السادس يبقى مي فا مي فا. لغايه ما توصل لسرعه انك تعزف الاثنين. تالت نوته هاخدها اللي هي بعد الفا على طول اللي قاعده فوق المدرج من فوق دي، الصول بالصباع التالت. انا الصباع الاولاني اهو على الخانه الاولى والصباع التالت على الخانه الثالثه في الوتر الاول. طب الصباع الخانه الثانيه دي هسيبها فاضيه؟ هسيبها فاضيه وهسيب الصباع بتاعها ده فاضي كمان. ممكن الوتر الصباع دوت يعزف الخانه الثانيه ديت في مقطوعات، فانا هسيب مكانه فاضي لعل وعسى ان انا هحتاج ان انا اعزف الخانه اللي في النص دي. يبقى واحد ثلاثة، احنا بنرتب الصوابع يا جماعة على ترتيب الخانات، فواحد اتنين تلاتة اربعة هما بالظبط كده، فواحد المي اتنين الفاب بالصباع التاني اهو بعزف بالصباع الوسطى واعزف تبديلة تانية مع الصباع الاول، فيبقى شايف ايدي اليمين او العكس وابتدي اعزف كمان بالراجع. بحاول ان انا ايدي اليمين تبقى بتبدل الاي والام ده. لو انت هتعزف كلاسيك كلاسيك تقليدي ان انا بحط الجيتار بالوضع دوت على الرجلي الشمال وبعزف بالاوتار بالوضع دوت وهعزف بقى مقطوعات باخ مثلا، يفضل ان انا اعزف الوتر التالت بالصباع اسف بعزف الوتر الاول بالصباع التالت اللي هو بيسموه ايه؟ لان الصباع التاني هيعزف الوتر التاني والصباع الاول هيعزف الصول، فيبقوا التلاتة كده. ده لو انت هتعزف الستايل اللي احنا قلنا عليه دوت الستايل اغلب الناس بتعزفه اللي هو الفلامينكو، حط صباع السادس ساند على الوتر الصباع الابهام ساند على الوتر السادس وبيعزفوا بصباعين ما لم يضطروا ان هم يعزفوا بصباع تالت. اول تمرين هناخده على الوتر الاول دوت هيبقى تمرين بسيط جدا، هيبقى بالزمن الكورتر نوت واحيانا بنخش على الهاف نوت.
طيب نعزف اول تمرين. اول اربع نوت في اول مزورة عندي موجودين هتلاقي مي ومي وفا وفا، هيتعزفوا كالاتي 2 3 4 1 2 3 4 وبعدين سول في المزورة الثانية فا مي تو مي تو، لأن العدة بتاعتها 2 لأنها مينيم أو هاف نوت، فيبقى المزورتين على بعض عاملين كده 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام كده. المزورة اللي بعدها هتبقى مي وفا وبعد كده السول 2. المزورة التالتة مي وفا وسول نوتين مي فا سول 2 مي فا سول 2 مي فا سول 2 مي فا سول 2. طيب المزورة الرابعة عبارة عن سول فا مي فا، وبعدين المزورة الخامسة فيها سيمي بريف أو هول نوت أربع عدات، هتبقى مي 2 3 4. طب نعزف بقى التمرين كله من الأول 1 2 1 2 3 4 مي مي فا فا سول فا مي 2 مي فا سول 2 سول فا مي فا مي 2 3 4. ده بالظبط التمرين اللي احنا عزفناه علشان نتمرن على الوتر الاول. بعد كده انت سهل جدا عليك انك انت تعد النوت اللي موجودة على الوتر الاول ده وتعزف اي زمن من الازمنة اللي احنا قلناها قبل كده. طيب اخواننا بتوع الجيتار الالكتريك، بالريشة بتاعتي زي ما انا شايف الريشة بعزف بيها على الوتر الاول دوت، واحاول ابدل داون واب داون واب داون واب. خلي بالك رسغ ايدي بيتحرك معايا داون اب داون اب، حاول تخلي ايدك مسترخيه ما تبقاش ايدك مشدوده، كل ما ايدك اتشدت كل ما هيبقى صعب. في ناس بتسند بصبعها على جسم الجيتار، انا مش هقول ايه الصح وايه الغلط في ديت لان كل واحد بيعزف باللي هو بيريحه، بس انا افضل ان انا بالكف بتاع ايدي او براحه ايدي بسند شويه على البريدج، لان ساعات هحتاج اكتم الاوتار، يعني هكتم سامع صوت بالكتمه بتاعتي، فاحتاج ساعات اما باجي استعمل الديستورشن هكتم بكف ايدي الوتر من عند البريدج كده. نبدا بقى دلوقتي نفس التمرين اللي احنا عملناه بالريشه على الاوتار بتاعت الجيتار بتاعتي على الوتر الاولاني، الوتر فاضي الفا والسول، فيبقى انا ما اعزف بيبقى بالتبادل كده. هنعزف نفس التمرين اللي احنا عملناه بالاصابع هنعمله بالريشه دلوقتي 1 2 1 2 3 4 واكتم الاوتار. ده كان التمرين اللي على اول وتر من اوتار الجيتار، واشوفكم مع بقية الحلقات.